في متحف المستكشف الأسباني الشهير كريستوفر كولومبوس مكتشف القارة الأمريكية في حوالي 70 ملاحظة بخط إيده على كتاب رحلات ماركو بولو، وخصوصا المقطع اللي بوصف فيه جزيرة القصر الذهبي. المقطع ده بيقول: وسوف أروي عليكم عجيبة هائلة هي قصر سيد هذه الجزيرة، قصرا عظيما سقفه من الذهب الخالص، بحيث تتجاوز قيمة هذا القصر كل ما يمكن أن نتصوره. وفوق هذا فإن أرصفة وأرضية القصر مكسوة تماما بألواح الذهب، ولديهم بوفرة أيضا الأحجار الكريمة واللآلئ الوردية، وهي غاية في الجمال. ماركو بولو قال في الكتاب إن الجزيرة دي بتقع على بعد 1500 ميل من الأرض في أقصى الشرق. ده غير ان ماركو بولو اتكلم كتير عن كنوز الهند والشرق عموما في كتابه. كولومبوس اتأثر بشكل كبير بالاوصاف اللي ذكرها بولو، وحفزته هو وكتير من رحالة اوروبا على السفر للوصول للكنوز الشرقية، وبدأت على الاساس ده حركات الكشف الجغرافي. وفي اغسطس من سنة 1492 خرج كولومبوس من اسبانيا في اتجاه الغرب في رحلته المشهورة، على امل انه يوصل للشرق والهند خصوصا، فكانت مغامرته دي السبب في اكتشاف قارة كاملة مجهولة وهي امريكا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أشهر كتب الرحلات، تقسيم العالم أو كتاب كوبلاي خان للرحالة الإيطالي ماركو بولو، اللي كان السبب في تحفيز خيال أوروبا لاكتشاف العالم المجهول بعد عزلة طويلة جدا في القرون الوسطى. بيعتبر الرحالة الإيطالي ماركو بولو هو أشهر رحالة أوروبي في نهاية العصور الوسطى، وكان من أول الشخصيات اللي ساهموا في نقل أوروبا من العصور الوسطى للعصر الحديث زي ما هنشوف، لأنه زي ما قلنا في بداية الحلقة قدر يكسر العزلة اللي كانت عايشة فيها أوروبا لقرون طويلة من خلال رحلته العظيمة لشرق آسيا وخصوصا الصين. رحلة ماركو بولو للصين ما كانتش رحلة عادية لبلاد بعيدة عن أوروبا، دي كانت خطوة غيرت التاريخ الأوروبي حرفيا. وعلشان نفهم إزاي ده حصل لازم نرجع بالتاريخ شوية علشان نحدد سبب العزلة اللي دخلت فيها أوروبا، ودي رحلة تاريخية هنعدي فيها على روما والفرس والحملات الصليبية وجنكيز خان وأحفاده. ماركو بولو ما كانش أول رحالة يتكلم عن الصين في تاريخ أوروبا. لما نرجع للسجلات القديمة هنلاقي إن أول حد اتكلم عن وجود الصين هو واحد من قادة الإسكندر الأكبر كان اسمه نياركوس، وعلى الأساس ده كان اليونان عارفين أهل الصين تحت اسم الصير، وفي الغالب الاسم ده مشتق من اسم الحرير في اللغات القديمة، وهي الصناعة اللي اتشهرت بها الصين من أقدم العصور. في عصر البطالمة والرومان بدأت تظهر رحلات تجارية من الإسكندرية في اتجاه شرق آسيا، وسجلات الفترة دي بتحكي عن نشاط تجاري قوي جدا للمصريين في منطقة المحيط الهندي، وكانت الرحلات في الأساس بتطلع من اسكندرية كل صيف في اتجاه المحيط الهندي، وهي عبارة عن أسطول تجاري ضخم بيتكون من 100 سفينة، وبدأ البحارة المصريين ينقلوا للرومان أخبار عن أهل الصين. روما كانت بتستورد من الصين الحرير والفرو، وبتقول السجلات الصينية القديمة إن الصين كانت بتستورد من بلاد البحر المتوسط الزجاج والصوف والمعادن. طريق التجارة الشهير بين روما والصين كان طريق بري بيمر بالعراق وبعدين بلاد فارس وبعدين مدينة كاشجر الموجودة حاليا في تركستان الشرقية، وهو ده نفس الطريق البري اللي هيتحرك فيه ماركو بولو بعد 1000 سنة. التحول في علاقة الصين بأوروبا بدأ في نهاية القرن الثالث الميلادي لما بدأت فارس تقطع طريق القوافل التجارية بين البحر المتوسط والصين، والعزلة دي زادت لما ظهرت الحضارة الإسلامية في القرن السابع، فقلت بشكل كبير جدا عدد القوافل لأنها كانت حاجز كبير قوي بين أوروبا وبين الصين. كمان اللي زود العزلة أكتر إن أوروبا في العصور الوسطى كانت فقيرة، قلت الحاجة للسلع اللي بتيجي من الشرق، وفي نفس الوقت نقلت الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية زراعة شجر التوت وأسست مصانع للحرير وبدأت تصدر الحرير لأوروبا بدلا من الصين. كل ده ساهم بالتدريج في نسيان أوروبا لوجود الصين أصلا. بعد قرون طويلة من سيطرة الإمبراطورية الإسلامية على منطقة الشرق الأوسط وحصارها القوي لأوروبا من الشرق ومن الغرب، حاولت أوروبا تكسر حالة الحصار الإسلامي عن طريق حروب دينية عنيفة جدا اتشهرت باسم الحروب الصليبية. وفي نفس الوقت ده كانت الإمبراطورية الإسلامية بدأت تتفكك وتضعف كتير عن الحالة الأولى ليها وتقسمت لدول مختلفة. الحملات الصليبية اللي بدأت حوالي 1095 ميلاديا كانت بتحفيز ديني قوي جدا من بابا الكنيسة في وقتها، لكن أمراء أوروبا اللي نظموا الحملات دي كان غرضهم الوصول لموارد وثروات جديدة من بلاد الشرق. ومع نجاح الحملات الصليبية بدأ الأمراء في نهب القصور في الشام، وكمية الذهب والتحف اللي لقوها أصابتهم بطمع شديد جدا، وظهر في أوروبا على الأساس ده أسطورة كنوز الشرق، من غير ما يعرفوا إن الكنوز دي في الأساس محصورة في إيد الأسر الحاكمة فقط في الشرق الأوسط، لكن باقي منطقة الشرق وشعوبه غرقانين في فقر ما يختلفش في شيء عن فقر أوروبا.
الحملات الصليبية زودت الفوضى أكتر في منطقة الشرق الأوسط. الشام مثلا اتحولت لإمارات وممالك صغيرة تحت حكم الصليبيين، وآسيا الصغرى سيطر عليها الأتراك السلاجقة. أما الخلافة العباسية الرسمية في بغداد كانت مجرد اسم وديكور وفقدت هيبتها القديمة، لأن السلطة الحقيقية فيها كانت في إيد الأمراء الترك والفرس والأكراد. أما مصر كانت معزولة عن باقي الشرق تحت الحكم الفاطمي. الوضع ده كان له تأثير سلبي أكبر على حركة التجارة، لأن المدن الكبرى زي بغداد وحلب وخوارزم وبخارى وسمرقند، ودي المناطق اللي كانت على طريق التجارة القديم اللي بيربط الشرق الأقصى والصين بالبحر المتوسط. المدن الكبرى دي اللي اتكلمنا عليها اتكونت فيها طبقة ضخمة جدا من الحرفيين اللي وقعوا تحت استغلال مرعب من التجار، فانتشر عدم الاستقرار فيها بسبب ثورات العبيد المتكررة وصراعات الحرفيين مع التجار. كبار التجار بقى بدأوا يفقدوا الأمل في الدول الإسلامية على أساس إنها ترجع الأمن تاني للطريق التجاري بسبب الانقسامات الكتيرة اللي كانت موجودة ما بينهم، وعلى الأساس ده بدأوا يدوروا على قوة سياسية جديدة تقدر توحد المناطق دي وتأمن طريق التجارة القديم. في أواخر القرن ال 12 الميلادي قدر قائد مغولي يوحد القبائل المنغولية في قلب آسيا تحت قيادته، وسمى نفسه جنكيز خان، وبدأ حرب عنيفة قدر يسيطر فيها على شمال الصين وروسيا، وهزم محمد خان في مملكة خوارزم الإسلامية. حركة جنكيز خان التوسعية ما كانتش مجرد حروب استعمار فقط، دي كانت مدعومة بقوة من كبار التجار، لأنهم اعتقدوا إنه هيقدر يخلق إمبراطورية ضخمة تأمن طريق التجارة القديم في قلب آسيا. وفي أقل من 100 سنة قدر جنكيز خان وأحفاده يأسسوا أوسع إمبراطورية في التاريخ من الصين لغاية البحر المتوسط. المملكة المغولية كانت عبارة عن أربع أقسام ضخمة. الأولى هي دولة باركا خان، وده قائد الجيش الذهبي وهو من أحفاد شنكيز خان، وكان بيحكم منطقة أوروبا الشرقية وروسيا. القسم الثاني هو دولة هولاكو، وكان بيحكم العراق وفارس وأفغانستان. أما القسم الثالث كان متوزع بين عدد من أحفاد شنكيز خان في بلدهم الأصلية منغوليا. أما القسم بقى الرابع والأهم اللي كان بيحكمه الخان الأعظم كوبلاي خان، والقسم ده كان بيشمل الصين وأجزاء من منغوليا. وكوبلاي خان كان هو الإمبراطور الرسمي لمملكة المغول عموما. طريق التجارة رجع تاني ما بين شرق آسيا والبحر المتوسط، ورجعت مع حالة الاستقرار في التجارة، والاستقرار ده كان بيقف في حالة واحدة لما كانت بتقوم حرب ما بين المغول نفسهم، زي الحرب اللي قامت ما بين هولاكو وما بين باركا خان سنة 1262 ميلادية، وهي دي نفس الفترة اللي قام فيها ماركو بولو برحلته الكبرى للصين. اتولد ماركو بولو سنة 1254 ميلاديا في مدينة البندقية الإيطالية اللي كانت مشهورة بالتجارة في البحر المتوسط، وهو في الأساس ابن التاجر مشهور اسمه نيكولو بولو. حياة ماركو قبل الرحلة مش معروفة، والأغرب إنه ما دخلش في حياته مدرسة ولا كان بيعرف القراءة ولا الكتابة حتى. وهو عنده 15 سنة خرج في رحلة مع أبوه وعمه لمدينة عكا، وبعدها سافروا لمدينة القدس اللي كانت في الوقت ده تحت سيطرة المغول، وكان معاهم رسالة من البابا في عكا للحاكم المغولي في القدس. المهم إن الخان المغولي في القدس إداهم ألواح ذهبية عليها ختم كوبلاي خان إمبراطور المغول الأكبر علشان تحميهم في رحلتهم التجارية الطويلة. بدأوا رحلتهم من القدس لبلاد أرمينيا اللي كانت في الوقت ده منطقة تجمع كبيرة لجيوش المغول، ومنها سافروا للأناضول، وبعدها سافروا للعراق. وبيحكي بولو خصوصا عن مدينة الموصل وإزاي إنهم كانوا شاطرين في التجارة وخصوصا الحرير. وبعدها سافروا لبلاد فارس وقرروا هناك يكملوا رحلتهم لغاية الصين عن الطريق البري القديم، فانضموا للقوافل التجارية اللي مسافرة لشمال الهند. وفي الطريق عملوا حركة ذكية علشان يقدموا شيء له قيمة كبيرة لإمبراطور المغول اللي هو كوبلاي خان. بدأوا يجمعوا معلومات من منطقة فارس عن الفرقة اللي كانت مسببة قلق كبير للمغول، وهي فرقة الحشاشين، لأن الفرقة دي كانت بتقطع طريق القوافل التجارية، وهي في الأساس فرقة من فرق الشيعة الإسماعيلية، وكانت بتحارب الصليبيين والمغول والمسلمين السنة في وقت واحد. وكتاب ماركو بولو فيه تفاصيل كتيرة مهمة عن الحشاشين، ويمكن هو وكتاب رحلات ابن بطوطة من أهم المصادر عن الفرقة الخطيرة دي. في ناس قالت إن ماركو بولو خد أغلب معلومات كتابه من ابن بطوطة لأن الاتنين عاشوا في نفس الفترة، بس الكلام ده مش دقيق لأن ماركو بولو في الأساس ما كانش متعلم ولا كان بيعرف القراءة والكتابة. المهم بيحكي بولو في كتابه إن هولاكو قرر سنة 1250 ميلاديا يقضي على الفرقة دي، فدمر قصرهم الشهير في جبل الموت بعد حصار دام 3 سنين. وبيقول بولو إن هولاكو أبدهم تماما، بس الحقيقة إن في جماعات منهم قدروا يهربوا. وبعد رحلة طويلة وصلت أسرة بولو لغرب الصين واستقروا هناك سنة كاملة في مدينة اسمها كانتاشيو. وبيحكي بولو إنه لقى في المدينة مسجد وثلاث كنائس ومجموعة معابد صينية، وفي الفترة دي اتعلم لغة المغول. وفي نهاية الرحلة استعدت الأسرة لمقابلة الإمبراطور المغولي كوبلاي خان الأعظم بعد رحلة جوه أراضي الصين بقيادة رسول الإمبراطور، والرحلة دي استمرت 40 يوم
لغاية ما قدروا يوصلوا لقصر الخان الأعظم. بيحكي بولو إنه شاف في قصر كوبلاي خان أجانب من كل الجنسيات، سوريان وعرب وأوروبيين، وبدأ بولو يفكر في التقرب من الإمبراطور، فبدأ يحكي له عن اللي شافه في رحلته. فكوبلاي خان حبه جدا وأعجب بقوة ذاكرته وذكائه، وبيقول بولو إن حاشية كوبلاي خان بتوصل ل10,000 فرد ما بين خدم ونساء وجواري وزوجات، وكان عنده 22 ابن من زوجاته و25 من الجواري بتوعه. كمان هو حكى انه كان عنده عادة غريبة، انه كان بيجمع رجال الدين من طوائف مختلفة، يهودي ومسلم ومسيحي ووثني، ويدخلهم في مجادلة، واللي بينتصر بيديله هدايا. وبدأ كوبلاي خان يبعت ماركو بولو في مهمات خاصة جوه الصين يجمع له فيها اخبار ومعلومات مهمة بخصوص التجارة، وساعدت اسرة بولو كوبلاي خان على غزو الصين الجنوبية اللي فضلت فترة طويلة جدا تقاوم المغول. وفي سنة 1292 وافق كوبلاي خان على عودة ماركو بولو وأسرته لبلادهم، ورجعوا عن طريق البحر بمساعدة سفن كوبلاي خان، وفي النهاية رجعوا لبلادهم البندقية بعد رحلة استمرت 35 سنة، لدرجة إنهم ما قدروش يعرفوا خادم الأسرة اللي بقى راجل عجوز. بعد رجوع بولو لقى بلده البندقية في حرب عنيفة جدا مع مدينة جنوة الإيطالية، ودي المدينة اللي كانت بتنافس البندقية في التجارة في البحر المتوسط، فاشترك بولو في الحرب، لكن للأسف انتهت المعركة بهزيمة البندقية، وتم أسر ماركو بولو وقضى في السجن هناك 6 سنين. في فترة السجن حكى ماركو بولو قصص رحلاته لرفيق سجنه الشاعر روستيكان، فبدأ يسجل رحلاته باللغة الفرنسية القديمة في 3 أجزاء كبار، والكتاب ده له أكتر من عنوان. في الفرنسية القديمة كان اسمه كتاب كوبلاي خان، وله عنوان تاني تقسيم العالم، وفي الإنجليزية مشهور باسم رحلات ماركو بولو، ده غير إنه له نسخ وطبعات كتيرة جدا، وفي بينها كمان اختلافات ضخمة، ووصلت عدد نسخه لحوالي 150 نسخة بلغات مختلفة. شخصية ماركو بولو وكتابه الرحلات تأثيرها كان كبير جدا على طريقة التفكير الأوروبي، يعني مثلا الكتاب نقل فكرة العملة الورقية لأوروبا اللي كان كوبلاي خان أول حاكم ينفذها بشكل واسع في مملكته. كمان معروف إن الصين عرفت طباعة الورق قبل أوروبا، رغم إن ماركو بولو ما تكلمش عن الورق في كتابه، إلا إنه بعد رجوعه من الرحلة كان معاه كتاب مطبوع في الصين. وبيقال إن موظف من البندقية اسمه كاستالدي طور فكرة المطبعة اللي بتشتغل بحروف خشبية منفصلة بعد ما شاف الكتاب المطبوع عند بولو. وبتقول الروايات ان يوهان فاوست زميل جوتنبرج مخترع المطبعة كان على علاقة قوية بمطبعة كاستالدي، وانه استفاد كتير من تجربته. ازاي ممكن نقرأ الكتاب بالعربي؟ في ترجمة للكتاب في 3 أجزاء عن النسخة الانجليزية قام بها المترجم عبد العزيز جويد من اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، لها نسخة كمان كانت نزلت تبع مكتبة الأسرة. ولو مهتم تعرف اكتر عن كتب لغيرة التاريخ اعمل لايك وفعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. We'll be right back.